وكونشيتا مارتينيز التي تشارك أيضا هي الأخرى للمرة الأولى وتصل إلى مباراة دور الثمانية لتلتقي مع الأمريكية جينيفر كابريا. قيمت لأول مرة تقابلوا في عام 91 في بطولة فرنسا المفتوحة على الملاعب الطينية في دور ال 16، وفازت كونشيتا مارتينيز بالمباراة 6-3 6-3. بعد ذلك في نفس العام أيضا التقوا ضمن بطولة الكأس الاتحاد على الملاعب الصلبة، وفازت جينيفر كابرياتي بنتيجة 4-6 7-6 و6-1. في عام 92 أيضا التقوا مرة أخرى في بطولة سان دياغو على الملاعب الصلبة، وفازت أيضا جينيفر كابرياتي 6-3 6-2. بعد ذلك التقوا في عام 97 في بطولة هيلتون هيد على الملاعب الطينية، وفازت كونشيتا مارتينيز في دور ال 16 بنتيجة 6-0 5-7 و6-4. في نفس العام أيضا في عام 97 ستامفورد على الملاعب الصلبة في دور 32، وفازت جينيفر كابرياتي 5-7 6-4 و6-4. التقوا أيضا في بطولة برلين بكل من موريسمو ومونيكا سيليش. إلى خارج الملعب والنقطة. كرة وينر شوت، باك هاند قوية جدا. كرة جميلة جدا من كونشيتا مارتينيز. كرة تصل إليها كابرياتي في السؤال الثاني، وكابرياتي تتمتع بطولة ألمانيا المفتوحة. إرسال مع مارتينيز. مواجهة على الشبكة تنجح فيها كابرياتي. كابرياتي في الوقت المناسب. كرة جميلة جدا لجينيفر كابرياتي البطلة.
تنهي الكرة بكل قوة وثقة فعلا كابرياتي. النتيجة لصالح مارتينيز. نعم 6-0 6-3. كرة بكل روعة وبكل قوة تنهيها جينيفر كابرياتي التي تلعب كأفضل. كرة جميلة جدا من مارتينيز. وكرة ترسلها مارتينيز قصيرة في طرف الملعب و قدم كابرياتي الآن لشيء 15. المجموعة الأولى مباراة في دور الثمانية، غدا إن شاء الله سنكون مع مباريات الدور قبل النهائي، ولقاء سوف يجمع مونيكا سيليش الأمريكية مع الفرنسية حاملة اللقب. كرة قوية جدا من كرة جميلة جدا. كرة تنجح في أن تحسمها كونشيتا مارتينيز الآن.
كرة جميلة جدا تعيدها جينيفر كابرياتي أثناء تقدم الشوط. على الخط فور هاند من آخر الملعب. فرصة أخرى تنقذها أيضا مارتيني. كابرياتي تتقدم على الكرة الأخيرة. كرة جميلة جدا تقدمت مارتينيز. كرة قوية جدا فور هاند تكسب من خلالها كونشيتا مارتينيز. ثلاثين لا شيء. وارسال قوي هو الأقوى في المباراة حتى الآن. سرعة 140 لا شيء وثلاث فرص لكابرياتي للتقدم 3-2. كرة ذكية جدا من جينيفر كابرياتي. كرة الأخيرة كرة قصيرة تضعها في مكان صعب جدا تكسب النقطة. فاصل طويل جدا من الكرات و
كرة روعة فعلا، كرة جميلة جدا، كاترياتي تضرب بشكل قوي جدا من الخط الخلفي. كرة قوية جدا. وتنهي الشوط بإرسال ساحق، إرسال ساحق قوي بعيد عن كونشيتا مارتينيز. يتواجد مع ابنته وهو الذي يشرف على تدريب جينيفر. كرة على الخط. رجل الخط، شوف هذه الكرة، هذه ردة فعل جينيفر كابرياتي على الكرة الأخيرة. جزء صعب من الملعب. المباراة الآن. وفعلا جينيفر كابرياتي تنهي المهمة، وهذا استيفانو كابرياتي سعيد أيضا وبنتيجة 6-2 و6-3 في ساعة و32 دقيقة. إذن جينيفر كابرياتي تصعد إلى الدور قبل النهائي لمواجهة أي من البلجيكية غوستينا هنن أو الروسية أنستاسيا مسكينة في المباراة القادمة. إذن جينيفر كابرياتي المصنفة مشاهدينا الكرام الثالثة في بطولة. Well, congratulations, Jennifer. A much tougher match than the scoreline showed there. Oh, yeah. I mean, it was a real battle out there, and the score made it maybe looked easy, but it wasn't easy at all. She's a very tricky opponent, isn't she? I mean, some of the balls you were having to play about 10 feet behind the baseline there. Yeah, it's tough because, you know, you don't want to be playing back there all day, and then sometimes, you know, you got to be patient, and you don't want to be too aggressive like I was, and I made some mistakes, but... you know, it's a fine line of how to play that kind of tennis. So, you know, I just planted myself on the baseline and you try not to get sucked into our game, but I was patient and I think that was the key. The other day when I spoke to you, you said you were pleased to be playing in daytime because you'd had that eye surgery. How was it playing under the lights tonight? It was good. The lights are very good here and I can see the ball well. And I mean, these are perfect tennis conditions. Well, we saw you having your ankle strapped there. How is it? I mean, I don't know. I have a feeling when I take it off, you know, I don't want to see what it looks like. You know, I'm sure it'll be okay, but, you know, I'll just have to really take care of it. Okay, well, you're into the semifinals. Looking forward to that? Yeah, I'm very excited. It's been a while since I've gotten this far in a tournament, so, you know, I feel like I'm playing well, and I'm looking forward to it. All right, well, wish you the very best of luck. Jennifer Capriati. جينيفر كابرياتي المصنفة الثالثة في البطولة تصعد إلى الدور قبل النهائي غدا لتنتظر لقاء الفائز من لقاء غوستينا هنن البلجيكية المصنفة الأولى في البطولة والروسية أنستاسيا مسكينة المصنفة رقم 11.